المحامين سابقا، لكن سيطلعنا أيضا على بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الرسوم والارتفاع عليها. أهلا وسهلا بك وأسعدت صباحا بكل الخير أستاذ يزيد. صباح الخير ست وفاء، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يعني توصيات واجتماع يوم أمس كان مع وزير العدل السيد محمد الشلالدة مع نقابة أيضا المحامين من أجل أن يتم إرفاق هذه التوصيات لرئاسة الوزراء لمناقشتها في الجلسة يوم غد، لكن يعني كيف بصراحة أو بماذا تأملون بعد مناقشة هذه القرارات والتوصيات، خاصة وأن القرار كان قد صادق عليه رئيس الوزراء؟ يعني أعطينا أكثر وجهة نظركم في هذا الموضوع، بالإضافة إلى ما الذي سيتسبب به مثل هذا الارتفاع غير المسبوق على الرسوم في المحاكم النظامية. كمان مرة صباح الخير للجميع. ابتداء أعتقد أن موضوع إقرار زيادة رسوم المحاكم النظامية يعني كان هو مفاجئا ومستنكرا من العديد من المؤسسات والقانونيين وعلى رأسها نقابة المحامين. نقابة المحامين يعني نبارك لمجلس نقابة المحامين إلى نقيب مجلس نقابة المحامين هذه الخطوة المهمة في سبيل وقف هذه الرسوم، وهذا يحسب إلى نقابة المحامين ويحسب أيضا بدفاعها عن المواطن البسيط ووقوفها دائما بجانب الحق والعدالة والمواطن البسيط، وهذه هي رسالة نقابة المحامين، وبالتالي نبارك لهم هذه الخطوات والتي فعلا يثبتون دائما بأنهم نقابة المحامين لا تدافع فقط عن المحامين، وإنما كانت وما زالت وستستمر في الدفاع عن المواطن. الإشكال أخت وفاء هي دعينا نقول في موضوع النهج، طريقة إصدار القرارات، الأنظمة، القوانين في العديد من الشؤون التي تهم المواطن والقضاء الفلسطيني. هذا النهج إذا لم يتغير سنبقى في أزمات. موضوع الرسوم، موضوع الرسم هو رسوم المحاكم، الأصل في المحاكم أن يقدم القضاء الخدمة مجانية، وهناك مبادئ قانونية مستقرة في موضوع مجانية القضاء، كمجانية التعليم، كمجانية التطبب، أو مجانية تقديم الخدمات الصحية. هناك يعني هناك أمور في أي دولة إذا لم تكون الحكومة أو الدولة تدعمها وتقدمها مجانا وتشجع الناس على الوصول إليها سيكون هناك خلل في المجتمع، وخاصة أننا ندعو دائما سواء كان عبر الوسائل الإعلامية أو من طرفكم أستاذ يزيد ومن كل الجهات الحقوقية بأننا ضروري وإلزامي أن نلجأ إلى لغة القضاء ولغة المقاضاة والقانون، لا إلى الأيادي والعنف وما إلى ذلك. يعني وبالتالي يجب أن يكون هنالك محفزات من أجل اللجوء إلى لغة القانون. نعم صحيح، ومبدأ مجانية القضاء هي مبدأ لتشجيع المواطنين على الوصول وسهولة الوصول إلى القضاء، وإلا الاتجاه الآخر موجود وهو الاتجاه القضاء العشائري، القضاء الموازي، تحصيل الأموال بطرق غير شرعية من خلال الضغط والإكراه، وبالتالي يجب أن يكون هناك معيار هام ومهم في هذا الموضوع. لا يجوز أن يكون القضاء أن يصعب وصول المواطن إلى القضاء، المواطن العادي والبسيط وكل الفئات إلى القضاء، لأن هذا سيؤدي إلى التوجه إلى استيفاء الحق بالذات والتوجه إلى توجهات أخرى، وبالتالي هذه المبادئ المهمة. الجانب المهم أخت وفاء، نحن دائما كنا نؤكد على أن سياسة نهج الفكر في قرار الأنظمة والقوانين هو نهج غير صحيح وغير سوي، وبالتالي يجب أن يعالج النهج. يعني صحيح أن وزير العدل في لقائه مع عطوفة نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين قد وعد أن يطرح هذا الأمر على مجلس الوزراء لوقفه، ولكن الأمور لا تعالج في الدول المتحضرة، الدول التي ترغب أن يكون هناك فعلا دولة حقيقية، دولة
دولة مدنية بهذه الطريقة، يعني مش بنقدم قرار نطبقه بعدين نوقف عنه، هذه مش بعيد تندورة. طب يعني طب طب استاذ يزيد، إذا كانت النقابة بصراحة يعني غير راضية عن مثل هذا القرار، وإذا كان أصلا في تشاور بين النقابة وبين وزير العدل الشلالدة، إذا بناء على ماذا يتم أخذ مثل هذه القرارات والمصادقة عليها بصراحة؟ يعني إذا كان صاحب الشأن مش موافق، كيف تم اتخاذ مثل هذا القرار الذي برأيكم وبرأي المواطن أيضا سيتسبب بالأذى لكل الأطراف؟ تمام، هو ابتداء لم تستشر أو تشاور أو تشارك نقابة المحامين في موضوع إقرار الرسوم، وإنما هذا هو كما جاء في القرار، هو كان بناء على تنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى أو مجلس القضاء الأعلى، وهنا مكمن الموضوع. لكن نقابة المحامين للأسف رغم أنها نقابة وطنية ونقابة مهنية ونقابة فيها رجال القانون والخبرات القانونية، لم تستشر أو تشارك في هذا الأمر، وهذا هو الخلل الأساسي في قضية النهج الذي ذكرته، نهج مجلس القضاء الأعلى، نهج الحكومة، نهج أي مؤسسة في إقرار قوانين دون إشراك كافة الأطراف ذات الصلة وعلى رأسها نقابة المحامين هو الخلل الأساسي، وسنبقى نعاني من هذه الأزمات في بين الفينة والأخرى طالما بقي هذا النهج، نهج التفرد، نهج عدم الشراكة، نهج السرعة والرعونة في إصدار أو رفع تنسيبات تعديلات قانونية، سواء على قانون الرسوم، على قانون التنفيذ، على القضاء، على أي قوانين أخرى، وبالتالي سنبقى نعاني من هذه الأزمات. المطلوب صحيح أن هناك بوادر إيجابية وطيبة قادتها نقابة المحامين لوقف هذا الأمر، ننتظر أن يكون يوم الاثنين للمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء، ولكن إذا كنا نرغب في الاستقرار ووضع الأمور في نصابها ووضع النقاط على الحروف، لابد من تغيير النهج والسلوك في هذه في إصدار مثل هذه الأنظمة. دعنا نتحدث أيضا أستاذ يزيد حول بعض مثلا أمثلة إن كان بالمتاح لديكم أن تذكرها لنا بخصوص هذه الارتفاعات على الرسوم في المحاكم النظامية، مثال على هذه الارتفاعات حتى يتسنى للسادة المشاهدين والمستمعين فهم الصورة بشكل أكثر وضوح. نعم، يعني بعض الأمثلة البسيطة، هناك زيادات تتراوح ما بين 3000% وما بين 100%، يعني على سبيل المثال لما كان رسم تقديم الطلب المستعجل هو ديناران أصبح 200 دينار. يعني من دينارين إلى 200 دينار، يعني لو الواحد يقول من دينارين أستاذ يزيد لعشرين يعني ها، بس لميتين يعني على سبيل المثال حلف اليمين من دينار إلى 5 دنانير، رسوم الحد الأعلى للمحاكم رفعت، كانت مثلا الحد الأقصى لقضايا الصلح 100 دينار صارت 200، الحد الأقصى لقضايا البداية 500 دينار صارت 2500 دينار. هلأ الجوانب الأخرى في هذا الأمر، أن مثلا على سبيل المثال النسخة الأولى لتنفيذ الحكم، يعني القضية تمر في عدة مراحل بهذا الإطار، يدفع رسوم ابتدائية ورسوم لدى الاستئناف ورسوم عند تنفيذ القرار. يعني كان هناك شيء غريب، أن رسوم الحصول على نسخة لتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة هو ذات رسم الدعوة، وبالتالي إذا كان رسم الدعوة 2500 دينار سيضطر المواطن إلى أن يدفع أيضا 2500 دينار حصوله على نسخة الحكم للتنفيذ، والذي أيضا سيدفع رسوم للتنفيذ 2500 دينار، وبالتالي أصبحت هذه الأمور غير محسوبة. قد نتفهم أن هناك حاجة معينة لزيادة بعض الرسوم من حيث الجدية، جدية التقاضي إلى آخره، ولكن ليست الأصل هو مجانية القضاء. الأصل عندما ترغب في زيادة
هذه الرسوم أن يكون هناك فعلا دراسي حقيقي من الناحية القانونية. لذلك هنا نسأل أستاذ يزيد، يعني إحدى هذه الأمثلة التي تطرقت لها من دينارين لـ200 دينار وقد تصل حد آلاف الدنانير، بصراحة من باب ماذا وضعت هذه الأرقام؟ هل مطلق الخيال وبناء على الأهواء الشخصية، أم كان هنالك يعني حاجة حقيقية والتي بصراحة ربما تتنافى هذه الحاجة مع مطالب النقابة ومطالب المحامين، خاصة وأن هنالك اجتماعات يعني ترفض مثل هذه القرارات، وبالتالي أعتقد هل كان يعي تماما واضع مثل هذا القرار حجم المسؤولية وحجم الأعباء وحجم المشاكل التي ستتسبب بها مثل هذه القرارات على المجتمع بنسيجه بشكل كامل متكامل؟ نعم، ابتداء يعني مطالبات نقابة المحامين، نؤكد على أن مطالبة نقابة المحامين هي ليس لصالح المحامين فقط، وإنما الرسوم هي التي يتكلم بها المواطن الفلسطيني، وبالتالي نقابة المحامين وإن كانت تدافع عن المحامين، ولكنها تدافع عن المواطن الذي المواطن البسيط والذي من ضمنها فئة المحامين، بالنهاية المحامي مواطن. هذا جانب. المنطلق أو المبررات التي تساق في هذا الأمر ست وفاء هي جدية التقاضي، هذا هي العنوان، يعني حتى يضمن جدية التقاضي، ولكن وحتى يتم تخفيف الاختناق القضائي، ولكن هذا الفكر هو فكر غير صالح ويتنافى دستوريا المبادئ القانونية المستقرة بمجانية القضاء والجدية في القاضي. يعني أصلا المواطن يدفع رسوم للدعاوى، يعني هو مش ما بيدفعش، لا بيدفع، وبالتالي ضمان جدية القضية لا يكون بهذه الطريقة، بهذا النهج وبهذه الطريقة هي كمؤسسة ربحية أصبحت. لا، يعني أنا لما يعني أرفع من دينارين إلى 200 دينار هي ليست لضمان جدية التقاضي كما تساق بعد هذه المبررات، وإنما هي قضية ربحية وزيادة غلة الخزينة وتخفيف الأعباء عن الدولة أو الحكومة، والتي هي ملزمة بتقديم الخدمات من القضاء والتعهد. يعني بالمعنى، يعني نحن قد نتفهم زيادة بعض الرسوم، ولكن ليس بهذه الطريقة، ولكن من خلال الشراكة مع باقي المؤسسات، من خلال دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف، وعدم تعارض هذه الزيادات مع مبدأ وتشجيع المواطن الفلسطيني بالتوجه إلى القضاء. وبالتالي هذه المبررات أو هذه الإدعاءات نعتقد أنها غير منطقية وغير صحيحة، قد تكون هي مبررات أسباب للإعلام، ولكن حقيقة الحال ليس لها علاقة بما يتم ترويجه بهذا الإطار. حتى ولو كان بصراحة من باب النجس النبض كما نقول، فهي مرفوضة كليا وقطعيا وبكل ما طرح من ناحية المضاعفات السلبية التي ستتكبدها النقابة والأساتذة المحامين وكذلك المواطن من خلال المعاملات القانونية، وبالتالي نحن بانتظار قرارات والاستجابة لتوصيات الاجتماع الأخير الذي جمع ما بين النقابة وما بين أيضا وزير العدل، ونأمل أن يتم الأخذ بهذه التوصيات وأن تكون القرارات القادمة منصفة وعادلة ومحققة المصلحة العامة. إجمالا نائب نقيب المحامين سابقا الأستاذ يزيد مخلوف، جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا التوضيح، ونواصل مع حضراتكم.